بيان أن من الفقه التباعد عن أهل الظلم، فلا يكون الإنسان مع الظلمة وإن كان عدلا، يبتعد عن أهل الظلم ويحذر مجالسهم ويحذر مجالستهم، لأنهم عرضة لنزول العقاب، وإذا نزل العقاب والعياذ بالله أصابه معهم. ومن هنا يا إخوة كان السلف يحذرون من مجالسة أهل البدع، لأن مجالسة أهل البدع شر، مجالسة أهل البدع شر، إما أن يوقعوا في قلب المسلم الشبهة فلعله أن يغتر بهم، يذهب إليهم في زاويتهم وهو على سنة وخير، فقد يسمع شيخهم يقول شيئا فيقع في قلبه، فمجالستهم شر من هذه الجهة، ومجالستهم شر من جهة أخرى، وهي أنهم عرضة لأن ينزل بهم العقاب، وإذا نزل العقاب بهم كان الإنسان معرضا لأن يكون معهم. وفيه أن من الفقه العظيم أن يكون المسلم مع أهل السنة، أن يكون منهم ومعهم، يبحث عنهم، يبحث عن مساجدهم فيكون معهم في مساجدهم، يحرص على أن يكون منهم في معتقده، في أعماله، في أقواله، لأنهم موعودون بالسلامة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله. وفيه من الفقه أن المسلم ينبغي أن يتخذ له مجالسين صلحاء من أهل الصلاح، من أهل التقى، فهم الأمنة، وليس الأمر كما يفعل بعض المسلمين يبحثون عن أهل المعاصي وعن أهل يعني التساهل، يقول نوسع عن صدورنا نفرح معهم، كما يقولون بالعامية المطاوعة معقدون، أجلس معهم يذكروني بالجنة والنار وبذكر الله، أنا أريد أن أنشرح، فيجالس والعياذ بالله أهل الغيبة الذين لا يأنسون في المجلس إلا بأكل أجساد المسلمين، ويجالس أهل الكذب، ويجالس أهل البهتان إلى غير ذلك. هذا أيها الإخوة من الخذلان. المسلم ينبغي عليه أن يكون حريصا على مجالسة أهل الصلاح، على مجالسة أهل الطاعة، ففي مجالستهم النجاة والفلاح له. وفيه أن المسلم ينبغي أن يتباعد عن الفتن، لأنه إن اقترب من الفتنة إما أن يكون من أهلها وإما أن يجبر عليها. إذا اقترب من الفتن إما أن يكون من أهلها والعياذ بالله، وإما أن يجبر عليها ويتسلط عليه أهلها. فإذا نزل عقاب كان معرضا لأن يكون معهم، فالمسلم يتباعد عن الفتن. نعم.